وجدنا في الفتره الاخرانيه، مش فتره اخرانيه، مش عايز اقول فتره اخرانيه، ولكن انا اقدر اقول فتره زمنيه مع عمرنا ما شفناش قوه في السلامه. ناتج عن ايه بقى؟ عن عدم وجود تفتيش حقيقي في السلامه. سؤال، من الاداره الجهه المعنيه في تفتيش السلامه والصحه الامنيه في جمهوريه مصر العربيه طبقا للقانون؟ الاوشا الامريكيه، وزاره العمل الامريكيه. كويس؟ في مصر هنا وزاره العمل او وزاره القوى العامله المصريه، اداره السلامه تبع لها. طب ممكن اعمل هنا بس وقفه بسيطه؟ الحقيقه انا يعني ما بحبش اتكلم وما بحبش اقول ان كان المفروض يبقى موجود معانا وما جاش او حاولنا وما قدرناش والكلام ده، لكن لما حضرتك تتكلم على وزاره القوى العامله احنا حاولنا جاهدين نتكلم مع الوزارة، وزارة القوى العاملة، ويكون في ممثل ليهم المسؤول عن الأمن الصناعي في الوزارة وعن التفتيش والكلام ده كله، لكن للأسف الشديد ما كانش فيه أي تعاون وما حدش رحب أنه لا يعمل مداخلة ولا يبقى ضيف معانا علشان برضو نعرف إيه الجهد المبذول من ناحيتهم، يوضحوا حقائق الأمور، أو حتى لو في مشكلة يعني ما فيش مشكلة نتعامل مع المشكلة ونحاول كلنا مع بعض حلها.